كوكلي معمر بحشوة جديدة بزاف، تبعوا معي الحلقة باش تكتشفوها. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليمة مع حليمة. وصفتنا اليوم كوكلي أو الدجاج معمر، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، فبقوا معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوا. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي. أول حاجة غادي نوجدوا شرمولة ديال الدجاج باش غندهنوه، ولا الكوكلي غنديروا معلقة كبيرة ديال الموطارد، غادي نزيدوا معها سكينجبير، معلقة صغيرة ديال السكينجبير تكون عامرة مزيان، معلقة صغيرة ما عامراش ديال الخرقوم، وغادي نزيد معهم الزبدة تقريبا واحد جوج معالق كبار ما عامرينش. غادي نخلط كل شيء مزيان، وغادي ندهنوا الكوكلي بهذا الخليط اللي وجدنا مزيان، وغادي نحطوا على جنب ونمشيو باش نوجدوا الحشوه ديالنا. بعد ما خلينا الكوكلي ديالنا كيرتاح اولا كيتشرب مزيان في الثلاجه، غادي ناخذوا مقله غنديروا فيها شويه ديال الزيت، غادي نزيد ثومه واحد 3 حتى 4 د الفصوص يكونوا محكوكين، كنقليهم واحد شويه، كنزيدوا معاهم الشعريه اللي مقليناها قبل في الماء، كنزيدوا معاها الربيع، معلقه كبيره ديال الموطار، طماطم المركزة، تحميرة هذه المعلقة عامرة مزيان، شوية ديال السكينجبير، بزار، تنزيدوا حامض مصير مقطع رقيق، غادي نزيد الملح على حسب الذوق. وبالنسبة للكوكلي فهو مرقد مزيان في الملح ما درتلوش، غنزيدو شويه د الصلصه الحاره او الهريسه على حسب الذوق، الزيتون مقطع، غنشحروا كل شيء مزيان. صافي كتكون الحشوه ديالنا واجده، ندوزو مباشره باش نعمروها في الكوكلي. ملي كتوجد لينا الحشوه غنمشيو مباشره باش نعمر الكوكلي ديالنا بها، فعادي كنحلوها بحال هكذا وكنديروا فيها الحشوه حتى كتعمر مزيان. صافي كنوضعوها في الصفيحه ديال الفرن اللي مفرشه بورق الطبخ ومن تحت منها الالومنيوم. طبعا الا عندكم كيديروا تكتفوهم اولا تشدوا ليهم رجيلاتهم بالخويط يكون احسن. كنستمر بنفس الطريقه، كنعمر الكوكلي كنجمع له الرجيلات ديالو، كنغطيوه مزيان بورق الطبخ وبابي الومنيوم، وكندخلوه الفرن مسخن من قبل على 200. الا غطيناه مزيان ماشي مشكل نديرو 200 درجه، حتى دوز واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه نقلبوه، الا بان لينا طاب كنحيدو عليه الورق وكنخليوه يتحمى مزيان، ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي ديال الكوكلي ديالنا بعد ما طاب كنحيدو له داك الورق وكنخليوه يتحمر على خاطرو، كيجي بهذا اللون اكيد كيجي لذيذ وسهل في التحضير. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ديال اليوم. كنشكركم دائما على المتابعه، وما تنساوش تابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.